أهلا وسهلا فيكم من جديد. لم تتغير الصورة بعد اجتماع يوم الخميس الماضي الذي عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودعت إليه أمانة عمان الكبرى للتوافق على نظام الأبنية الجديد في عمان مع الجهات التشاركية. بل لعل الأمور كما تقول هذه الجهات التشاركية زادت سوءا بعد هذا الاجتماع. الاجتماعات بين الأمانة والجهات التشاركية انتظمت خلال الأشهر الماضية للوصول إلى صيغة توافقية بين وجهتي نظر، كان كل طرف يصر على أن وجهة نظره هي الصحيحة. وأثمرت المحادثات في نهاية المطاف إلى التوافق على محورين من 6 محاور. وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعهد خلال الرد على مناقشات الثقة بحكومته في تموز الماضي بإجراء مراجعة للنظام بعد سلسلة من الانتقادات. الجهات التشاركية كما وصلنا من معلومات تلقت وعودا من الحكومة بأن يتخذ مجلس الوزراء قرارا في هذا السياق خلال وقت وشيك. فما هي نقاط التوافق وما هي المحاور التي اختلف عليها الطرفان؟ طبعا لمناقشة الموضوع كان لابد من استضافة طرفي الخلاف، غير أن أمانة عمان الكبرى اعتذرت عن المشاركة من دون أن تبين أسباب الاعتذار. لمناقشة الموضوع وتسليط الضوء على أوجه الاختلاف وأوجه الاتفاق، نستضيف هنا في الاستوديو رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري. صباح الخير مهندس، وأهلا وسهلا فيك معنا. صباح النور. أيضا عبر الهاتف تنضم إلينا عضو مجلس المكاتب الهندسية المهندسة رندا سنان. صباح الخير مهندسة رندا، وأهلا وسهلا فيك معنا أيضا. صباح النور وأهلا وسهلا فيكم. أيضا ينضم إلينا الصحافي المتخصص بأخبار وقضايا أمانة عمان السيد مؤيد أبو صبيح. صباح الخير أستاذ مؤيد، وأهلا وسهلا فيك، وصباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير أخت علا، وصباح الخير على مشاهدي قناة رؤية وعلى ضيوفك المهندس رمزي سنان وأخونا أبو صلاح العمري. شكرا أستاذ مؤيد. إذا نبدأ حوارنا معك مهندس زهير قبل أن نناقش نقاط الاختلاف والتوافق، دعنا يعني نتحدث هيك مقدمة تاريخية عن منشأ الاختلاف. متى نشأ هذا الاختلاف وكيف نشأ؟ يعني ست علا، أول شيء صباح الخير وشكرا لقناة رؤيا، أهلا وسهلا فيك، وصباح الخير للأخوة المشاهدين. مسألة الخلاف مع أمانة عمان أو بشكل عام مع التشريعات الناظمة للقطاع العقاري هي تنشأ كل فترة، يعني كل ما يصير فيه هناك تغيير على أسعار العقار من حيث ارتفاع أسعار الأراضي، أسعار المواد الإنشائية، التحديات اللي بيواجهها القطاع، تدني القدرة الشرائية للمواطن، كل هذه التحديات بتتطلب إجراءات. الإجراء اللي احنا نراه الأنسب في الوقت الحالي هو تعديل التشريعات الناظمة حتى يكون في تخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الأراضي على العقار. يعني أعطيك مثال، قبل 30 سنة كانت أسعار الأراضي تشكل من 10 إلى 12% من قيمة المسكن أو الشقة. نعم، إذن ارتفاع الأراضي يشكل تحدي لكل نعم القطاعات الآن بتساهم لأمانة عمان. نعم صحيح. بتساهم الأرض الآن قيمتها في كلفة أو قيمة المسكن حوالي 60% في بعض المناطق. نعم. هذا الأمر بيحتاج إلى يعني تخفيف وطأة هذا الارتفاع الكبير اللي حصل على أسعار الأراضي. يعني أكيد في مشاكل أخرى غير ارتفاع. طبعاً هذا واحد. خلينا يعني نحدد الموضوع بفكرة النبذة التاريخية. نبدأ خلينا من تموز الماضي 2018. نعم. إحنا لا، هو الحقيقة كان في تعديل على نظام الأبنية انطرحت علينا المسودة الأولى في عام 2017. في رمضان من عام 2017 قبل رمضان بأيام قليلة كان هناك مسودة. نعم. عندما اطلعنا عليها طلبنا أو طلب منا أن نحضر اجتماع في الأمانة لمناقشة هذه المسودة. تمام. أعطي لنا 3 أيام لنظام بده يخدم العاصمة ل 15 سنة تقريبا. طبعا مع الاعتراض على ضيق الوقت اللي أعطونا إياه، إلا أنه إحنا قابلنا وذهبنا إلى مبنى الأمانة للحوار حول المسودة اللي قدمونا إياها. وجدنا هناك كثير من الأمور يعني أعدت بطريقة ستوقف الاستثمار في هذا القطاع بشكل كبير،
وسترفع من كلفة السكن أكثر مما هو مرتفع. فاعترضنا على كثير من النقاط، والصحيح إحنا قدمنا ورقة تتألف من 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 بابين. الباب الأول يتعلق بالنظام اللي قدمه لنا إياه المسودة، اختلافاتنا معها، والباب الآخر بتعلق فيما لم يحتويه النظام، نقاط تشاركية مع 11 جهة كنا، اللي هي غرف تجارة وصناعة ونقابات مهنية من مهندسين وهيئة مكاتب هندسية ونقابة مقاولين وجمعية مستثمرين وجمعية مستشفيات. احنا اللي طب عشان نقدر نغطي اكثر النقاط اللي لازم نحكي فيها. طلع القانون والنظام بتموز، ما سمعوا ما عملوا اي تعديلات على اقتراحاتكم؟ في الباب الاول قام اللي هو المحتوى اللي قدموا لنا اياه، صحيح كان في تعاون كبير من قبل الأمانة، وتم تعديل كثير من النقاط الفنية اللي كانت فعلا بحاجة لتعديل، قاموا بالاستجابة لها، وعدونا بعد عطلة العيد انه نرجع نكمل الباب الآخر اللي هو بخفض كلفة السكن. نعم. اللي احنا بنبحث عنها، وبعمل يعني على تنشيط القطاع العقاري. للأسف بعد عطلة العيد فوجئنا انه صدر النظام بدون الحوار، بدون ما نستكمله، وصار في احتجاجات. فهون احنا بدأت 8 وشهر 10 هون بدأت الاحتجاجات، ويعني انه كيف اغلقوا الحوار بدون اتفاق. احنا كنا على انه نكمل فيما بعد، لكن للأسف الأمانة أغلقت الحوار وأخرجت النظام. يعني حوارنا مفتوح معك مهندس زهير. ننتقل الآن إلى المهندسة رندا. يعني أثمرت الاجتماعات مع أمانة عمان مهندسة رندا باتفاق على بندين من أصل 6 بنود، منها ما يتعلق بالمواقف للسيارات والأقبية وأيضا العزل الخارجي. حكينا أكثر عن هذا الموضوع لو سمحت. أولا شكرا ست علا، صباح الخير أبو صلاح. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك. إحنا طبعا كلنا من الجهات المشاركة مع القطاعات الإحداث اللي حكى عنهم أبو صلاح، ولشهور مستمرة استمرت التشاور. خلينا نحكي كل هالمحاور الدراسة هاي كانت بين القطاعات كلها مشتركة. حاولنا نحن نقدم الأشياء اللي هي بتساعد النظام على التطور من خلال الدراسة هاي ومن خلال هاي التوصيات. طبعا حاولنا ان احنا نقدم، هم بس استجاوبوا لنقطتين، هي نقطة العزل ونقطة الموقف القليل من التعديلات على مواقف السيارات. بس شغلات كثيرة وجئنا انه مهمة عم يتراجعوا عن التفاهمات اللي تم اقرارها في الجلسات الاولانية مثل ما حكى ابو صلاح، من اللي تؤدي لتحفيز هذا النظام، مثل بناء الطوابق الإضافية في المناطق التنظيم الجديدة. يعني بكل بلدان العالم في المناطق التنظيم الجديدة، ونظرا للاحتياجات اللي بتحتاجها البلد حاليا، لازم يكون في تحفيز بالنظام وتشريعات جديدة لبناء الطوابق الإضافية، وطبعا بالشوارع العريضة بمناطق الباص السريع. هذه كلياتها إذا استحدثناها بتقلل من كلفة الشقق، وبتساعد على إنشاء شقق لذوي الدخل المحدود، طبعا بتساعد نمو وازدهار الاقتصاد عندنا، بالإضافة لربط طابق السطح مع بمساحه 25% على الاقل بالطابق الاخير بدرج داخلي. هذه اصلا كانت الناس صاروا يخترعوها، فليش ما تكون هي اصلا حق مكتسب من خلال الامانه ويكون نظام مكتسب صحيح. بالاضافه لمعالجه الكثافه السكنيه اللي ما اقرتها لغايه الان امانه عمان، واللي بتناسب طلب السوق للشقق لذوي الدخل المحدود والمساحات الصغيره اللي احنا بحاجه لها. بالاضافه ايضا انه هم لغايه الان ما قاموا بتخصيص مواقف الابنيه التجاريه والمهنيه اللي صار كل واحد يجي يبني مجمع تجاري صار يدرس الموضوع كلياته، لانه مستحيل يحصل على الاصنام، مستحيل ياجر ولا يعمل مطاعم ولا يعطي لاي حدا، لانه ما في امكانيه لتوفير مواقف السيارات. طبعا ايضا الغرامات اللي حطتها وبدل المواقف اللي حطته امانه عمان، طلبنا بناء بلاطين بالامتداد الامامي كمان بتكون مستثناه من الكيماويه، لغايه الان هم كمان ما اقروها. ايضا احنا طلبنا انه يحاولوا انهم هم يعطونا تسهيلات نعطيها طبعا زي ما حكينا للامان للمناطق التجاريه او المباني التجاريه عشان تساعد على تسويق الاراضي، لانه احنا غير اللي ما بنشوف الوضع اللي وصلته البلد. يعني فعليا من سنه ونص ما حدا بيقدر يقول قديش حجم التراجع عندنا
بالاقتصاد، ما حدا بيقدر ينكر التأثير للنظام اللي صار على القطاعات الفاعلة اللي موجودة بالبلد. احنا عندنا حجم قطاع الإنشاءات تدهور، وطبعا هذا بشكل 70% من القطاعات العاملة بالبلد. انضرب الاقتصاد الاردني والبيئه الاستثماريه بالاردن، كل المعطيات المقروءه حاليا بتقول انه اكثر من 60% من المستثمرين في قطاع الاستثمار والقطاعات خرجوا خارج الاردن، فهذه مشكله كبيره وباينه واضحه، فلا بد من تعديل النظام. صحيح، يعني مهندسه رندا، بكل قطاعات المملكه في ركود، وايضا بالذات ايضا قطاع الانشاءات وكل القطاعات المرتبطه بطريقه غير مباشره او مسانده لهذا القطاع. سيد مؤيد، يعني تحملنا بس بضع دقائق سأنتقل إليك قريبا جدا. مهندس زهير، يعني حتى النقطتين اللي اتفقتوا فيها مع الأمانة، هناك معلومات أنه الأمانة تراجعت عن هذا الاتفاق، حدثنا أكثر عن هذا الموضوع لو سمحت. يعني أثناء الحوار جلسات استمرت حوالي 50 ساعة، 6 جلسات، اتفقنا من خلال هذه الجلسات على نقطتين كثير مهمات. كان هدفنا نوفر الطاقة على المواطن، فقلنا بدنا حوافز للي بيبنوا كلهم، إن كان مواطن أو كان مستثمر، حتى إنه يعزل حسب الكود العزل مشان يعني يكون في نتائج إيجابية باتجاه فاتورة الصرف على الطاقة في الشتاء أو في الصيف. وكذلك تركيب زجاج مزدوج، يعني ألمنيوم مع زجاج مزدوج، هذه بتعرفي من حيث يعني بتاخذ من مساحه المسكن او من مساحه الطابق، لانه العزل بيحتاج الجدران سميكه كثير. فقلنا احنا حوافز للي بيبنوا انه ناخذ من الارتداد، طلبنا احنا 10% الشركاء كلنا انه يكون في تقليل من الارتداد 10% مقابل هذا العزل، وزياده النسبه المئويه بمقدار 2% لتعوض الكلف زائد المساحات اللي راح تضيع من المسكن. نعم. كان في توافق وقبول، إلا أنه كان في خلاف على النسبة، أنه يعني 2% كثير خليها 1، كان مقترح من الأمانة ومنا أنه نكلف أحدنا اللي هو مدير المدينة في أمانة عمان سابقا المهندس فوزي مسعد، وقام فعلا بإعداد حل وسطي اللي هو بدل 10% من الارتداد أخذ أعطانا 5%، قال بكفي. لم تقبل الأمانة؟ هذا كان في قبول في الجلسة الختامية، رفض حتى هذا المكان مقبول في الحوار، رفض. زائد المسألة الأخرى اللي هي خطيرة ولازم نبينها، متطلبات نظام الأبنية الحالي في التجاري بتطلب أحيانا أقبية، يعني طوابق تحت الأرض تصل إلى 5 و6 و7 طوابق. نعم. حتى يأمن متطلبات الترخيص لغايات المكاتب اللي بيبنيها إلى حسب استعمالاتها المهنية. نعم. احنا بنعرف علميا انه اكثر من قبوين، يعني اكثر من طابقين تحت الارض بيصير في خطر، بدها يعني تهويه ميكانيكيه دائمه 24 ساعه، مراوح ضخمه، هذا لانه نقص الاكسجين بيؤدي لاختناقات. فمين بيهتم في العمارات التجاريه في هذه المساله؟ يعني لم تتجاوب يعني الامانه في موضوع انه يكون بس طابقين. احنا طلبنا بس طابقين، والباقي مش انه مرفوض، الباقي يدفع اللي بتقدم للترخيص يدفع البدل، يعني يدفع بدل المواقف المتبقية. تفهمت الأمانة ذلك وتراجعت؟ نعم، تفهموا ذلك، لأنه إحنا بالنهاية مين المواطن اللي بينزل على القبو الثالث والرابع؟ مين كيف بده يتأكد أن المراوح شغالة؟ خلينا مهندس زهير في هذا الموضوع ننتقل للسيد مؤيد. مؤيد، يعني أنت أيضا يعني لا تمثل رأي أمانة عمان الكبرى، لكن أنت بتخصصك بأخبار الأمانة، يعني بإمكانك أنك تقدر الأسباب اللي دفعت الأمانة للتراجع عن هذا الاتفاق، ما هي المبررات برأيك؟ أولا أخت علا، شكرا لك وشكرا لضيوفك المهندسة رندا وأخوي أبو صلاح. أولا أنا لست بمهارة المهندسة رندا ولا أخونا المهندس زهير العمري حتى أقدم مطالعة أو مقاربة هندسية بمهارتيهما. يعني خلينا نقول إن أنت تنقل أخبار، لكن هناك بعض الإضاءات حول الموضوع. أولا أنا بدي أخالف أخوي أبو صلاح في موضوع أنه مشروع النظام سربت أمانة عمان الكبرى خبرا، وأنا كنت من نشر هذا الخبر بنيتها بتعديل النظام في شهر 4 عام 2016، وصدر النظام بهذه الصبغة في شهر 5 2018، يعني كان هناك عامين من الجدل.
والنقاشات ما بين أمانة عمان الكبرى وما بين القطاعات الشريكة الأحد عشر. آخر اللقاءات التي تمت كانت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأنا متابع لهذه الحوارات وهذه اللقاءات كما يعلم المهندس زهير وكما تعلم أختي رندا والقطاعات الشريكة. لكن سيد مؤيد يخالفك بالرأي المهندس زهير. رمضان 2017 تم الحوار حول النظام، أعطي إلنا قبل ثلاث أيام. أخي أبو صلاح أنت تذكر عندما خرجنا أنا وياك على إذاعة صوت المدينة؟ لا وتحدث قبل أنا أذكر أنني تم أيام عقل بلداجي أمين عمان السابق هو من أعطاني الخبر أن الأمانة بنيتها أيام إجراء تعديلات، والمهندس وعقل بلتاجي أمين عمان السابق غادر الأماني في شهر 4 2016. مش أيام معالي عقل بلتاجي، هو كان أيام لجنة اللي تشكلت لإدارة أمانة عمان برئاسة معالي الأستاذ يوسف الشواربة. في هذاك الوقت تم إجراء الحوار، واللي ألقى الكلمة التقديم في المدرج كان معالي يوسف الشواربة. أخي أبو صلاح أنت تعلم أيام اللجنة الحسن. سيد مؤيد عذرا عن المقاطعة يعني بغض النظر إن كانت سنة 2015 يعني هي مش نقطة جدلنا هنا، ليست نقطة الخلاف. أمانة عمان الكبرى ردت عبر صحيفة الغد يوم الاثنين الماضي بنشر تعديلات قامت بوضعها على مشروع النظام، الذي قد اليوم مجلس الوزراء ينظر بهذه التعديلات وينظر بهذه الرؤيتين التي قدمت له. القطاعات الشريكة رفعت رؤية وأمانة عمان الكبرى رفعت تعديلات مقترحة. أمانة عمان الكبرى وضعت هذه التعديلات من بينها مواقف السيارات بخصوص المطاعم، ومن بينها أيضا تعديلات على إعادة دراسة المواقف للعيادات والمراكز الطبية وأبعاد المواقف والممرات، وسمحت بتعديلات أخرى، وسمحت أيضا بالطابق الخامس في منطقة التخطيط الخاص بعد دراسة. وهذا هو مكمن الخلاف باعتقادي ما بين الأمانة وبين القطاعات الشريكة التي تطالب بطابق خامس في على كامل المناطق في عمان أو المناطق الحضرية ومسارات الباص السريع. نعم شكرا لك سيد مؤيد. يعني لو سمحت ابقى معنا على الهاتف، انتقل الآن إلى المهندسة رندا. يعني برأيك التعديلات اللي قدمتها أمانة عمان لرئاسة الوزراء بتلبي طموحاتكم ومطالبكم؟ أكيد لا، أكيد نظام أمانة عمان أو التعديلات اللي أقاموها هي بتلبي جزء بسيط، أو خلينا نحكي حتى ما بتلبي، لأنه في مشكلة بأمانة عمان لما عم تصدر هذه القرارات والتنظيمات ما عم بتقوم بتنفيذها على أرض الواقع بالطريقة الصحيحة بين المناطق المختلفة في أمانة عمان، وبالتالي عدم تحديد النظام وعدم تثبيته وعدم تثبيت التنظيمات بطريقة محددة والتغيير فيها من منطقة لمنطقة عم بتسبب لنا إشكالية كبيرة، وأيضا عدم تفاعلهم هم نفس النقاط اللي احنا اتفقنا عليها ما أقروها، أقروا جزء بسيط ويأتي بعد دراسة. يعني برضو احنا لساتنا بنفس المشكلة، انه كل معاملة رح نضطر ان هي ترفض من المناطق وتنزل مرة تانية للواءية وبعدين يرجعوا يدرسوها، لأنه كل معاملة لها نظام خاص. احنا للآن أمانة عمان ما أعطتنا خط نظامي أو خط تنظيمي محدد ثابت لكل نقطة حوارية احنا تحاورنا فيها. طيب مهندسة رندا، نعم مهندسة رندا، رح نستعرض مطالبكم بالتفصيل ونشوف وين نقاط الخلاف بينكم وبين أمانة عمان، لكن اسمحوا لي ضيوف الكرام ناخذ فاصل قصير ومن بعده منكمل الحوار. أهلا وسهلا فيكم من جديد. قبل الفاصل كنا نتحدث عن أمور كثيرة بتتعلق بقطاع الإنشاءات وقطاع الإسكان، ومعنا ضيوفنا الكرام في الاستوديو المهندس زهير العمري. مهندس زهير، أنت استمعت لحضرة السيد مؤيد وكان عندك تحفظات على ما قاله، بتقدر توضح النقاط بما يتعلق بمواقف السيارات باختصار لو سمحت يعني حتى ننتقل لمحاور أخرى؟ نعم، خلال الحوار النقاط اللي استجابت لها الأمانة مواقف السيارات بالنسبة للتجاري. طبعا احنا الى حد ما كنا في الحوار نوضح متطلباتنا، وافقوا على جزء منها
اللي هو تخفيض مثلا المناورة بدل 6 متر صارت 5.5. هاي أمور فنية، متطلبات المواقف للمهن وافقوا على الجديد أنه مخفضوا في المعادلة، لكن للأسف القديم المبني قبل تاريخ 1/5/2018 كل هذا يسري عليه الغرامات الجديدة والمتطلبات الجديدة. هذا اللي احنا كمان معترضين عليه، يعني الأقبية هاي اللي بتتطلبها أو اللي بدفع البدل في التجار القديم، التجار القديم دفع البدل باهظ مكلف. يعني أعطيك مثال، إذا كان محلين تجاريين سابقا كان عليهم حوالي يمكن متطلبات المواقف قد تصل إلى 4 أو 5 آلاف دينار، برخص المحلين مطعم. الآن هذا المبلغ صار 65 ألف تقريبا حسب المتطلبات الجديدة. هذا اللي احنا اعترضنا عليه ولا يزال ما تغير هذا الشيء. موضوع الموضوع الثاني اللي حكوا فيه اللي هو الطابق الخامس في مناطق التخطيط الخاص، احنا المادة اللي بيحكوا عنها هي رقمها 24 اللي بتعطي للأمانة الحق انها تنظر في مناطق تحددها هي. احنا طلبنا انه لا، هذه المادة بحاجة لتوضيح حتى يكون المستثمر او اللي يبني بعد ما يدفع المال مقابل شراء الارض يكون عارف شو بيطلع له عليها. انت تتحدث مش بعد الان عن الطوابق الاضافيه. الطوابق الاضافيه رح نرجع على هذا المحور، لكن خليني انتقل للمهندسه رندا. مهندسه رندا، نتحدث عن طابق السطح، يعني كما علمنا انه لم يتم اي استجابه من قبل امانه عمان على ما يتعلق بتفاصيل طابق السطح، لماذا برايك؟ هلا هو ما في تفسير محدد من امانه عمان ليش السبب، مع ان احنا قدمنا انه طابق السطح ما بياثر بشيء، هم كانوا سامحين بغرفه السطح احنا او نسبه 25%. احنا طلبنا انه طابق السطح هذا بدل ما يكون غرفه السطح وكل واحد يجي بمخالفه ويرفقها بالطابق الاخير، لا خليه يكون 25% ويرتفق كل جزء بدرج داخلي للطابق الاخير، هيك بتكون حتى بنساعد على تنظيم الشكل المعماري بالبلد، وبنساعد على ان احنا ما طلبنا حتى بالمناطق القديمه او المناطق الاب اللي مش مدروسه للطوابق زياده زي ما قال ابو صلاح، ان احنا نرفق بس يكون جزء من طابق ونرفقه بالطابق الاخير. احنا هيك بنساعد الناس اللي يكونوا صحيحه ماشيين على القانون اصلا، ونساعد على القدره الشرائيه وعلى تخفيض كلفه الاسكان على المستثمر طبعا. طب مهندسه رندا، يعني بالتعديلات اللي قامت بها امانه عمان مؤخرا تم تناول هذا البند اللي هو تعديل طوابق، بناء طوابق إضافية وأيضا طابق السطح. دعيني لو سمحت أنتقل إلى السيد مؤيد. سيد مؤيد، بما أنك أنت مطلع على تعديلات اللي أجرتها أمانة عمان، ما هو يعني التعديل الأبرز بما يتعلق بالطوابق الإضافية وطابق السطح؟ مثل ما قال اخوي ابو صلاح ان الامانه تعديل الماده 24 بان منحت طابقا اضافيا في منطقه التخطيط الخاص، وهذا يعتبر يعني جديد على النظام. ايضا فيما يختص بتعديلات النظام، موضوع المطاعم وموضوع العيادات المهنيه وتخفيض المواقف او زياده مساحه المحلات المواقف، مثلا المطعم اصبح ما يتطلبه الموقف 100 متر بدلا من 60 متر، وهذا تراجع من قبل الامانه بعدما ارتفعت الشكوى كما قال اخوي ابو صلاح، وانا اؤيده اننا تلقينا شكاوى في الصحافه من عديد من المواطنين حول هذا الموضوع. انا باعتقادي ان التعديلات التي اوجدتها امانه عمان هي تعديلات فرضتها الحاجه وفرضتها الحوارات، وايضا لا يعني انا لا اريد ان اقطع ان هذه الحوارات انتهت، قد مجلس الوزراء يعيد اليوم الموضوع برمته الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ظل وجود وجهتي نظر، وجهه نظر القطاعات الشريكه ال11 التي رفعت برساله لرئيس الوزراء، وايضا امانه عمان رفعت تعديلاتها المفترضه على النظام لمجلس الوزراء. اليوم مجلس الوزراء بحسب المعلومات المتوافره سينظر في هذين المقترحين، وانا باعتقادي ان الحكومه هي صاحبه الولايه وصاحبه القرار في هذا الموضوع، وخصوصا بعدما تعهد رئيس الوزراء امام مجلس النواب في شهر 7 الماضي في خطابات الثقه في ظل تزايد حاله الانتقاد وفي ظل الموجود على الساحه المحليه من ركود وتراجع في قطاع الابنيه والاسكانات والانشاءات. انا باعتقادي ان الكره اليوم ستكون في ملعب مجلس الوزراء لتحديد المصلحه العامه. نعم بالفعل سيد مؤيد، اوعز الدكتور عمر الرزاز بمراجعه هذا النظام
مهندسة رندا، يعني كونك أنت مهندسة وأكيد عندك اطلاع على باقي أعضاء المهندسين اللي قرروا أنه يعملوا احتجاجات ومواقف تصعيدية، يعني لماذا لم ينتظروا لغاية ما أنه يقر مجلس الوزراء في التعديلات المقدمة من قبل أمانة عمان؟ أختي علا، أول شيء بدي أحكي لك، إحنا بنعرف إنه الشعب الأردني شعب واعي جدا جدا، والمكاتب الهندسية بتمثل قطاع كبير في البلد اللي بيساعد وبيتآلف مع باقي القطاعات الاستثمارية الموجودة بالبلد. لما يطلعوا المكاتب الهندسية ويعملوا اعتصام أو يعملوا إضراب أو whatever، طبعا هذا للوضع اللي إحنا وصلنا له. إحنا عم نحكي عن سنة ونص وضع اقتصادي رديء جدا جدا، مكاتب هندسيه سكرت، ما عاد في شغل، ما عاد في مستثمرين بالبلد، طب هدول عائلات وناس، مواطن هو بالاخر، المكتب الهندسي هو مواطن، مواطن بده يدور على طريقه لحتى يعيش فيها ويقدر يكمل فيها، اذا المستثمر طلع وطلع استثماراته كلياتها خارج البلد، مين راح يشتغل معاه؟ فما في، كلياتها معاملات مركونه، لا راضي تمشي من امانه عمان ولا من المناطق موجودة في المكاتب الهندسية، المكاتب الهندسية ما عاد عندها شغل، فشي طبيعي، هذا حق طبيعي لكل المكاتب. صحيح، يعني نحن بنتمنى انه ما يكون في احتجاجات ومواقف تصعيدية ويكون وتكون رئاسة مجلس الوزراء، خلينا نقول الوسيط بينكم وبين أمانة عمان. أختي، احنا خلينا احكي لك الصراحة، احنا كهيئة مكاتب حاولنا تهدئة المكاتب الهندسية وما زلنا نحاول إلى الآن، ولغاية الآن لغاية اليوم هم عمالهم يدرسوا الخطوات تبعتهم، واحنا عم نهديهم انه معالي رئيس الوزراء وعد بالتعديلات، وعد باصدار التعديلات، فاهدوا شوي يا جماعه، خلينا نستنى على الموضوع ايش بده يصير فيه. طبعا هي مطالبهم وهذا حقهم الشرعي بانهم هم يعترضوا كمواطنين وكاصحاب مكاتب. نعم، الوقت احنا عطينا وقت كثير يعني للدراسات هاي، اما انها تتمدد اكثر من هيك صعب. احنا بنتوجه لمعالي رئيس الوزراء وبنتمنى عليه انه يطلع القرار عشان ان شاء الله يستوعب المكاتب الهندسيه الوضع، والمواطن كمان يستوعب الوضع. نعم، يعني هناك العديد من المطالب. احنا اكيد بنعمل تهدئه المواضيع، يعني اكيد ما عندنا بطريقه حضاريه كل المواضيع لازم تندرس. ان شاء الله، يعني مطالبكم عديده وإن شاء الله تنظر فيها، خاصة بموضوع الكثافة السكانية. للأسف يعني ما رح نقدر نحكي في كل بند من البنود اللي بتطالبوا فيها، لازم نحكي عن الكثافة لأنه لضيق الوقت. الكثافة السكانية إن شاء الله يعني تكون برضو مطروحة على الطاولة عند رئاسة مجلس الوزراء. أعتذر منك مهندس زهير العمري، يعني أنا كان بودي أحكي بكل المطالب لكن لضيق الوقت. إذا رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري، شكرا لوجودك معنا، وأيضا عبر الهاتف معنا عضو مجلس المكاتب الهندسية المهندسة رندا سنان، شكرا لمشاركتك معنا، والصحفي المتخصص بأخبار الأمانة السيد مؤيد أبو صبيح، شكرا أيضا لمشاركتك معنا.